بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان: تفتح أبواب الجنة ترغيبا للعاملين لها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وتغلق أبواب النيران وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين، وصفتت الشياطين يعني المردة منه من الشياطين كما جاء ذلك في رواة أخرى. المردة يعني الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدوانا على بني آدم، والتصفيد معناه الغل يعني تغل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيرهم. وكل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، أخبر به نصحا للأمة وتحريضا لها على الخير